والله تتأكد انه صور الجوال ترجع لمواجهة هذه الصفقة، ونحن مواجهة هذه الصفقة والمبادرات. عشرين سنة من المعاناة والألم للإنسان الفلسطيني لا يجوز أن تنتهي بهذا المؤتمر الهزيل الذي تم أمس وبيعت فيه القدس والقضية الفلسطينية بأبخس الأثمان. نقول لا وألف لا لصفقة القرن، نقول لا وألف لا لبيع فلسطين والقدس، نقول للدول العربية اتقوا الله فينا. ولأنني أسمع تصريحات تتراجع رويدا رويدا، أقول القدس هي فلسطينية وستكون عاصمة الدولة الفلسطينية إن شاء الله. ما فعله العالم لكي ينسى الشعب الفلسطيني أرضه فلم ينسى لا أرضه. لا الشهداء الذين قدموا دماءهم الطاهرة من أجل فلسطين يمكن أن تباع، ولا الذين يرزحون في سجون الاحتلال الغاشم يمكن أن تباع كرامتهم من أجل يأتي إنسانا مجنونا كالكلب المسعور وليس كالكلب الوفي فيمنح من لا يستحق بما لا يملك هو. نحن باقون نعلمها لأبنائنا وتبقى رسالة للعالم. لو تكاتف العالم لن يهزم الشعب الفلسطيني، وسيهزمه الشعب الفلسطيني بإذن الله. شعبنا وثوابته فهم واهمون، وأن القيادة الفلسطينية ستسير بمشروعنا الوطني الذي تمثل هي صمام أمانه، والتي سنصل معها بإذن الله إلى بره وبر أمانه. فالقدس ستبقى عاصمة دولتنا شاء من شاء وأبى من أبى، فهي درة التاج الفلسطيني. فإن كانت هذه الصفقة بعنوان ينافي الثوابت فلن يكون لها وجود في أجندتنا. رسالتنا واضحة في هذا، الإعلاميين والصحفيين وكل القوى الحية ورؤساء الجامعات الفلسطينية يؤكدون التفافهم ووقف وحول القيادة الفلسطينية في رفض صفقة القرن المشؤومة التي تريد تصفية قضيتنا وحقوق شعبنا، وما هي إلا محاولة يائسة من اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي وضع خطوط العريضة لهذه الصفقة ولقنها للبيت الأبيض الذي يسيطر عليه مجموعة من الإنجيل. يعني الشعب الفلسطيني منذ اللحظة الأولى لإعلان ملامح هذه الصفقة عبر عن رفضه، نظراً لأن هذه الصفقة بين ترامب ونتنياهو تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، كما تستهدف استقلال العديد من الدول العربية الشقيقة وخاصة المملكة الأردنية الهاشمية. نحن نرفض هذه الصفقة، وهذا التجمع هو تعبير عن رفض الشعب الفلسطيني لصفقة ترامب وتأكيداً على ضرورة ثورة حتى النصر. عاشت منظمة التحرير الفلسطيني.